الحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة. ورجعنا لحضراتكم يا جماعة بعد الفاصل علشان نواصل بقى بقية حلقتنا النهاردة والوصفات الجميلة اللي كل السادة المشاهدين اللي اتصلوا بينا قبل كده وقالوا لنا نعمل ايه، قالوا لنا عايزين القرنبيط بالبشاميل. طب القرنبيط بالبشاميل يا جماعة هو نفس طريقة المكرونة بالبشاميل، علشان كل اللي اتصل بينا وقال لنا طريقة المكرونة بالبشاميل او القرنبيط بالبشاميل او اي نوع خضار يا جماعة بالبشاميل سهل جدا جدا جدا، وعلشان ما نكروتش وعلشان كل اللي لسه شايفيننا دلوقتي كل ست بيت تحضر ورقه وقلم ونجيب تاني مقادير الفخده الروستو بتاعتنا علشان اللي ما تابعناش من الاول يتابعنا دلوقتي وبعد كده نتكلم في القرنبيط، بس اهم حاجه نجيب الفخده الروستو. مقادير الفخده الروستو سهله وبسيطه جدا يا جماعه. عندي فخده روستو وزنها 2 كيلو، 100 جرام بصل و100 جرام و50 جرام جزر و50 جرام كرفس و5 حبه حبهان ورق لوري وزعتر فريش 2 عود زعتر فريش وملح وفلفل وقرفه ناعمه، وعندي جنزبيل ناعم كمان و2 معلقه صلصه و2 معلقه مستردة و2 معلقه عصير ليمون، وده المارينيشن او التتبيله بتاعتنا هنتبل بيها الفخده بتاعت الديك الرومي ونظبطها ونحط لها تحت منها ورق القرفس وبصل كمان حلقات وجزر، وبعد كده نديها سنس ميه بسيط وندخلها الفرن زي ما حضراتكم شفتوا او نحطها على البوتاجاز زي ما انا عامل، ونبدا بعد كده في الوصفه اللي بعد كده اللي هو ايه القرنبيط بالبشاميل. علشان كل ست بيت بتحب تعمل مكرونه البشاميل لجوزها ولولادها هنغير بقى النهارده وندخل الخضار بالبشاميل باللحمه المفرومه وهيعمل شغل جامد قوي قوي قوي. احنا اخترنا النهارده ايه يا شيف؟ اخترنا النهارده معانا القرنبيط. يبقى المقادير قدام حضراتكم على الشاشه نقدر نشوفها ونبص عليها ونقدر كمان نشتغل. عندي 700 جرام قرنبيط يا جماعه وانا سلقته قبل الهواء، و250 جرام لحمه معصجه. ونقف الاول ونتكلم عن اللحمه المعصجه يا شيف علشان كل اللي بيشاهدونا واحده واحده مع بعض. عندي 250 جرام لحمه هنعصجهم في معلقه من الزيت، وكمان 200 جرام بصل مفروم، وممكن نديهم قرن فلفل كده نقطعه فلفل اخضر نقطعه عليها، ومعلقتين من الصلصه يا جماعه، ونعصج اللحمه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. ممكن نجيب اللحمه المعصجه معانا، سهله وبسيطه جدا يا جماعه ان انت تعصجي اللحمه. حلو، بس مش مهم ان انت تحطي البصل الاول وبعدين اللحمه، احنا نحط اللحمه في معلقتين من الزيت ونبدا تتشوح معانا، نبدا ننزل عليها البصل الناعم ونبدا ننزل عليها قرن فلفل متقطع ناعم، ونديها ملح وفلفل ومعلقتين صلصه في الاخر، وممكن نديها طماطم مبشوره يا شيف، ممكن نديها طماطم عصير طماطم او طماطم مبشوره، وهي دي اللحمه المعصجه قدام حضراتكم. طيب يا شيف هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل بقى مع بعض واحده واحده البشاميل يا جماعه، علشان كل اللي بيحبوا البشاميل يقدروا يعملوه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. انا نزلت يعني حوالي 100 جرام من الزيت و100 جرام من الزبده، تمام، ونزلنا الزيت الاول واحنا قلنا كذا مره قبل كده ليه. وعندي بقى الدقيق، ونبدا نشتغل يا جماعه واحده واحده بالبشاميل بتاعنا مع بعض زي الفل. الله ينور يا شيف، الله ينور على حضراتكم. مستنيين طبعا اتصالاتكم يا جماعه من اي تليفون محمول 1744 ومن اي تليفون ارضي 0900 97744 علشان نكون مع بعض في الوصفات الجميله اللي بنعملها لحضراتكم النهارده. نقدر نتصل كده ونقول عايزين ايه وعايزين وصفات ايه نقدر نعملها لحضراتكم واحنا تحت امركم. طبعا انا نزلت يا جماعه الدقيق بتاعنا بتاع البشاميل في الزبده بتاعتي، حلو، ونقعد نقلب كده لحد ما الدقيق بتاعنا يبدا يستوي زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين موضوع البشاميل يا جماعه موضوع سهل وبسيط قوي قوي قوي، بس حضرتك خدي بالك واعرفي ايه هي الحركات واعرفي ايه هي الحاجات اللي ممكن نعملها تريحنا في عمل البشاميل. البشاميل يا جماعه عباره عن الزيت والزبده والدقيق واللبن. طب لو حطينا يا شيف بقى شويه شوربه، حلو زي الفل، لكن في الوقت ده بيتغير اسمه يا جماعه وما بيبقاش بشاميل.
يعني ايه يا شيف؟ يعني بيبقى اسمه فولتي، اسمحوا يعني اعذروني بقى على ان انا اقول لكم المسميات دي بال كده، لكن احنا بنتكلم في الناس اللي بتتابعنا وناس فاهمه وناس دارسه، علشان لما يقول ايه اللي انت عملته ده يا شيف نقول له الفولتيه يا جماعه هو عباره عن الشوربه اللي بننزلها مع اللبن والدقيق والزبده والزيت، ده ما بيبقاش بشاميل، لكن البشاميل اللي زي ما احنا بنشتغل دلوقتي كده، حطينا الدقيق في الماده الدهنيه اللي هو الزيت والزبده، وبعد كده نزلنا بالدقيق، الدقيق بدا يستوي معانا واحده واحده، بعد كده نزلنا باللبن بتاعنا يا جماعه، ممكن ننزل بيه سخن وممكن ننزل بيه بارد زي ما احنا عايزين، بس هو لو سخن هيبقى افضل، مش هياخد مني وقت كتير وهيبدا يلم معايا ويبقى زي الفل. طب لحد ما البشاميل بتاعنا يتعمل او يستوي معانا واحده واحده هنبدا نعمل ايه؟ نديله بقى شويه ملح، زي ما حضراتكم شايفين، جميل زي الفل. هنديله فلفل يا جماعه، يبقى فلفل ابيض، جميل. طب انا ما عنديش فلفل ابيض وعايز اديله مكعب مرق الدجاج، زي الفل برضو، جميل في البشاميل بتاعنا. النار هتشتغل يا جماعه وهيبدا البشاميل بتاعنا يربط ويبقى زي الفل، واحده واحده مع بعض كده. وعرفنا يعني ايه الفولتيه علشان كل اللي بيشاهدونا. هنديله بشره جوز الطيب بسيطه بتعمل له طعم هايل قوي، وممكن كمان جوز الطيب بتاعتنا ما نحطهاش في البشاميل، ونحطها فين يا شيف؟ نحطها في اللحمه المعصجه، حلو قوي. يبقى احنا مع بعض بقى واحده واحده كده علشان نستفيد مع بعض ونعرف البشاميل بتاعنا بيتعمل ازاي. الزبده والزيت على النار يبداوا يسخنوا، انزل الدقيق بتاعي، بعد كده انزل اللبن. طب يا شيف لو حطينا مكان اللبن شويه شوربه، احنا قلنا هو هيبقى برضو زي البشاميل بالظبط يا جماعه وهيعمل طعم وكل حاجه، لكن الاسم هيختلف بالنسبه للناس اللي شغاله في الفنادق اللي بيتابعونا، او الناس الاكاديميين اللي بيتابعونا. قولوا الشيف ده شغال ازاي، احنا بنقول لكم علشان احنا اتعلمنا لازم نعلم الناس الصح. البشاميل بتاعنا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، معايا بقى استاذ نصر كده الله يبارك لك، عشان البشاميل، عشان كل ست بيت بتخاف قوي تعمل بشاميل في البيت، جميل كده. عم منتصر اللي منور الدنيا ربط يا جماعه معانا البشاميل وبقى زي الفل بالطريقه الجميله ديت. هنعمل حركه بقى مع بعض نتعلم فيها، انا مش هعلمكم طبعا عشان امهاتي وستات البيوت طبعا احنا اتعلمنا منكم كل حاجة حلوة، لكن احنا قلنا في مطبخنا هنتعلم مع بعض. دي صينية القرنبيط بالبشاميل، القعر بتاع الصينية يا جماعة هديله بشاميل، ليه يا شيف؟ علشان القعر بتاعي لما يستوي في الفرن يبدأ برضو يستوي البشاميل ده من تحت ويعمل لي شكل حلو قوي. طيب واحدة واحدة ومع بعض كده نقول بسم الله. هنساوي يا جماعة كمية البشاميل اللي احنا حاطينها تحت، والديك الرومي بقى ريحته يا جماعة عاملة شغل جامد قوي 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 معانا على النار. نبدأ بقى بعد كده نرص القرنبيط زي ما حضراتكم شايفين، ده بالظبط يا جماعة بالظبط زي اما اكون بعمل صينية مكرونة بالظبط، حلو جميل. عندي نص كمية القرنبيط هحطها تحت زي ما حضراتكم شايفين، والنص التاني يا شيف هنحط اللحمة المفرومة بتاعتنا، وبعد كده النص التاني اكني بعمل بشاميل يا جماعة بالظبط. طيب انا عندي طريقه سهله وبسيطه قوي لكل ست بيت تعمل بيها المكرونه البشاميل وتطلع متماسكه وتطلع زي الفل. قول لنا يا شيف بسرعه عشان المكرونه بتاعتنا بتطلع ممكن مش متماسكه وكده. انا هقول لحضرتك حاجه واحده بس، الموضوع سهل وبسيط. انت سلقتي المكرونه بتاعتك، انا انت عندك مكرونه انا عندي قرنبيط،
هتسلقي المكرونه اللي عندك وتعملي البشاميل، وتجيبي بقى الايه المكرونه اللي انت سلقتيها الجميله دي، وزي ما حضرتك شايفه تجيبي المكرونه تضيفي عليها نص كميه البشاميل، وتسيبي النص التاني علشان ده اللي هنحطه على الصينيه من فوق، وتقلبي المكرونه بتاعتك باللحمه المفرومه بالبشاميل بنص كميه البشاميل، وتبداي ترصي نص ترصي بقى الكميه بتاعتك في الصينيه، وبعد كده تضيفي عليها البشاميل اللي انت عينتيه، وبالف هنا بقى تحطي الجبنه بتاعتك، جبنه رومي جبنه موزاريلا زي ما انت عايزه على الوش، وبالف هنا وشفا تخش الفرن وتبقى زي الفل. لحد كده حلو، لحد كده تمام. طيب دلوقتي بقى النص التاني من القرنبيط اهو زي ما حضراتكم شايفين، والفخده الروست يا جماعه ريحتها بقى عامله شغل جامد قوي قوي قوي، ومخرجنا العزيز عمال يقول لي ايه يا عم الروائح اللي هل علينا ديت، حاجه كده راحه بيتك. ما نتكاش قوي يا جماعه لكن نساوي، ما نضغطش قوي عشان تطلع الحاجه معانا حلوه وزي الفل. نرجع بقى لمرجوعنا، وقلنا ان بعض الناس يا جماعه بيحطوا البشاميل بيحطوا البيض على البشاميل في الاخر، طب نحطه ازاي شيف ويكون معانا مظبوط وزي الفل؟ هنقول لحضراتكم دلوقتي. معانا الاستاذه هويده، اهلا يا فندم. ايوه استاذه هويده. ايوه يا فندم استاذه هويده. الو. ايوه يا ست الكل مع حضرتك. الو مع حضرتك يا استاذه هويده. سامعاني يا فندم؟ ممكن توطي صوت التلفزيون؟ اهلا وسهلا يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير والله. يا حماده هتبوظينا الدايت كده ولا ايه؟ انا يعني بصراحه يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كل يوم اكله احلى من اكله. احنا ممكن نيجي في اليوم. بس انا عندي استفسار، ممكن؟ اتفضلي. القرنبيط دايما بيطلع معايا طري، وانا كنت عايزاه يبقى ناشف. اعمل ايه؟ ولما باجي اسلقه ازاي اشيل الطبقه البيضه اللي فيه؟ بص يا ست الكل، القرنبيط بتاعنا لما نيجي نسلقه اولا نطلعه مش يعني مش مستوي قوي، ده رقم واحد. تمام. ثانيا ان احنا بنحط له في ممكن تسمعينا بقى من خلال التلفزيون، واحنا بقى بنسلق القرنبيط بتاعنا ست الكل بنحط له ملح وسنه بسيطه من الكمون، وده بيعمل لي بيضيع لي الريحه اللي انا مش حاببها في القرنبيط. تمام. وبعد كده زي ما حضرتك عايزاه ناشف بقى، تخلي البشاميل بتاعك ما هوش طري قوي. تمام. وتدخليه الفرن يستوي من فوق ومن تحت، والجبنه على وشه هيعمل شغل جامد قوي. احنا عملنا ايه دلوقتي يا شيف علشان كل اللي بيتابعونا تمام ما يروحوش مننا في اي حته بقى ويكونوا حاضرين معانا؟ احنا عملنا حطينا يا جماعه البيض في كمية بسيطة قوي من البشاميل، وبنعمل عملية مهيئة للبيض، لأن لو حطيت البيض على كمية البشاميل كلها والبشاميل سخن هيعمل معايا إيه البيض يا جماعة؟ أعزائي المشاهدين وحبايبي فاهمين قوي، البيض بتاعنا هيبدأ يستوي ويخرز ويبقى شكله مش لطيف ومش جميل يا شيف، لكن دلوقتي الموضوع اختلف خالص. عملية المهيئة دي إن أنا جبت كمية من البشاميل يا جماعة السخن ده، قلبتها مع البيض اللي عندي، والبيض انا بحب احطه على وش الصينيه، او كميه على كميه البشاميل اللي هتحط على وش الصينيه. طب يا شيف البيض بعض الاحيان بيدينا زفاره، نعمل ايه؟ نحط سنز بسيط من الفلفل الاسمر على البيض بتاعنا واحنا بنقلبه على البشاميل علشان يعمل لي شغل جامد قوي، ويضيع لي كمان الزفاره بتاعه البيض. لحد كده حلوين، لحد كده زي الفل، حلوين وطعمين يا جماعه. وعلى رأي اخويا رائد الشيف رائد ابن النيل، الدنيا حلوة وزي الفل. احنا طبعا بنعتذر عن عدم وجود الشيف رائد الايام اللي فاتت، لكن ان شاء الله يكون خير ويجي ويعمل افضل حلقات وافضل وصفات معنا بامر الله تعالى. طبعا يا جماعة احنا اللحمة بقى بتاعتنا اللي عصجناها ديت، جبنا لحمة جملي من عند عم علاء الحلابي، عشان الناس اللي ما عرفتش عم علاء الحلابي ده مين،
عم علاء الحلبي ده من منيا القمح يا جماعه، عنده لحمه جملي زي الفل، نقدر نجيبها ونفرمها ونعصجها زي ما حضراتكم شفت وندخلها في كل اكلاتنا، تعمل شغل جامد قوي. اشمعنى يعني عم علاء الحلبي يا شيف؟ والله انا شايف ان هو جزار كده عنده ضمير وراجل كده فاهم قوي في مهنته، وهنستناه على فكره يوم الاحد اللي جاي يا جماعه في حلقاته بقى، حلقه قويه جدا معانا عن اللحوم، اللحم الاجالي والكندوز والبيف، وكمان اللحم البتلو، هنتكلم عن الحاجات دي مع عم علاء بالتفاصيل. هي دي يا جماعه صينيه القرنبيط بالبشاميل زي ما حضراتكم شايفين، نعتبر خلصناها دلوقتي. هنعمل ايه يا شيف؟ هنديها بقى جبنه على الوش، كل بقى اللي بيشوفنا دلوقتي يا شيف انت دايت وعملت لنا مشكله، احنا بنقول لكم ان احنا كل يوم خميس هنجيب لكم اكلات ووصفات علشان كل اللي بيعملوا دايت وعلشان كل المرضى، نقول لهم تعملوا ايه ووصفاتكم تكون ايه. صينيه القرنبيط بالبشاميل اللي جاهزه دلوقتي، يلا يا عم منتصر على الفرن، يلا على الفرن. طب لحظه، اي حد يا جماعه بيشتغل على الفرن لازم يسخن الفرن بتاعه قبل الشغل، تمام؟ والدنيا حلوه وزي الفل. الفرن بقى قد ايه يا شيف؟ نص ساعه على 180 درجه، نص ساعه وناخد فاصل ونرجع نواصل مع حضراتكم الفخده الروستو والارنبيط بالبشاميل واللي جاي احسن واحسن، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل علشان نواصل الفخدة الروستو من الديك الرومي والقرنبيط اللي في الفرن بالبشاميل. هتعمل ايه تاني يا شيف النهاردة؟ هنعمل حاجة بسيطة وحاجة سهلة قوي علشان كل الناس اللي بتحب الرز يتعمل ازاي باشكال وصفات كتيرة جدا. حطينا الزبدة ومعلقتين من زيت الذرة، نعمل ايه تاني يا شيف؟ احنا ممكن برضو تشاهدوا يا جماعة دلوقتي قدام حضراتكم صوص البشاميل المقادير بتاعته، علشان في حد اتصل بينا دلوقتي وقال لنا عايزين وصفة صوص البشاميل بالظبط. صوص البشاميل اللي قدام حضراتكم على الهواء عبارة عن 200 جرام دقيق و200 جرام زبدة و400 جرام لبن وملح وفلفل ابيض ومرق الدجاج زي ما حضراتكم شايفين. حاجة سهلة وبسيطة قوي، نزلنا الزبدة والزيت وبعد كده نزلنا بايه يا شيف؟ نزلنا بالدقيق، بدأ يستوي معانا الدقيق، بعد كده نزلنا باللبن والملح والفلفل ومرقة الدجاج. لازم يا جماعة ما ننزلهاش مكعبات زي على بعضها كده، لازم ان احنا نهريها او تكون هي مرقة دجاج بودر وده الافضل. هنعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ هنعمل رز يا جماعة بالجزر علشان يعمل طعم حلو قوي وعشان كمان يقوي النظر. عملنا ايه؟ نزلنا ب 50 جرام زبده و 50 جرام زيت في الحله بتاعتنا على النار، وبعد كده كنا غاسلين الرز بتاعنا قبل الحلقه، خليكم فاكرين دي كويس، وصفيناه كويس قوي، وبعد كده نزلنا بالرز بتاعنا في الزبده والزيت. حلو؟ جميل يا شيخ. عندنا بقى الجزر مقطعينه مكعبات صغيره قوي، ممكن نشوف الجزر بتاعنا؟ الجزر بتاعنا قدامكم اهو. حلو كده؟ متقطع مكعبات صغيرة. هنضيف الجزر يا جماعة على الرز، واحدة واحدة، ونقلب الرز اللي عندنا، وما ننساش بقى الفخدة بتاعتنا اللي عاملة لنا شغل جامد قوي قوي قوي. هنعمل ايه يا شيف للفخدة؟ معانا مقادير الرز بالجزر قدام حضراتكم، ما ننساش بقى الشوربه بتاعتنا نديها الملح. كيلو رز يا جماعه 50 جرام زيت ذره و50 جرام زبده و1 لتر شوربه لحمه، واللحمه بتاعتنا كانت لحمه جملي من عند عم علاء الحلابي خليكم فاكرين، وملح وفلفل، وكمان هندي معلقتين من الكركم والجزر اللي عندنا. الجزر بتاعنا مقطعينه مكعبات صغيره زي ما حضراتكم شفتم علشان يعمل لي طعم حلو في الرز ويكون تقطيعته مساوية لحباية الرز اللي عندي.
اوعى تخاف خالص، خليك معايا يا عم منتصر عشان اللي جاي احنا قلنا ايه احلى واحلى. شايف حاجة؟ دنيا حلوة وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين. انا هعمل ايه دلوقتي؟ لو الفخدة عندي يا جماعة محتاجة شوية مية صغيرين، اديها شوية مية صغيرين كده علشان ما تلزقش معايا خالص. هي ممكن تقعد قد ايه على النار يا شيف؟ ممكن تقعد ساعة على النار، ما يهمنيش يا جماعة الوقت قد ايه، المهم يبقى النار بتاعتها نار مش عالية قوي علشان تستوي معايا براحتها خالص خالص خالص، علشان ناكل حاجة طعمها حلو وحاجة طعمها مميز لازم تكون النار بتاعتنا مش عالية قوي كده. جميل كده جميل. نرجع تاني لمرجوعنا بقى، الرز بالجزر اللي هيقوي النظر بقى. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة والابتكارات كتير، بس اهم حاجة ان ست البيت يكون عندها بقى القدرة ان هي تغير في المطبخ بتاعها وفي اكلاتها الجميلة. شايف انت قلت لي ان احنا عندنا شوربة، شوربة لحمة، هندوق بقى شوربة اللحمة بتاعت عم علاء الحلبي دي عاملة ايه اهي. ليه بندوق يا جماعة؟ عشان نعرف التست بتاعنا هيبقى ايه. مش عيب ان انا ادوق مرة واتنين وتلاتة تمام قبل ما اطلع بالاكلة بتاعتي. معلقتين كركم بقى كده يا جماعة اهو قدام حضراتكم كده. موضوع سهل وبسيط قوي، مش لازم احط كمية كركم كبيرة، لكن الكركم في اي وصفة وفي اي اكلة يا جماعة مفيد جدا وحلو قوي قوي قوي. الرز بتاعنا مش هياخد وقت كتير، الشوربة اللي عندي سخنة والرز بتاعي بدأ يسخن قوي. الله يسهل لك يا اللي في بالي، مش هقول لكم عليه اللي في بالي مين على فكرة. زي ما حضراتكم شايفين الرز بتاعنا هيبقى طعمه حلو قوي. احنا قلنا بقى ان الرز البلدي علشان نعمله يبقى زي الفل، الكيلو رز بياخد تقريبا، مش تقريبا يعني، هو بياخد لتر مية او شوربة، واهم حاجة فيه ان الشوربة بتاعتنا تكون سخنة والرز بقى عم منتصر يكون بيتكتك زي كده. ها تمام معايا عم منتصر؟ زي الفل اهو. حلو حلو. اهم حاجه يا جماعه ان الرز بتاعنا يكون سخن والشوربه سخنه، ده هيعمل لي على تسويه الرز في وقت قصير ويطلع زي الفل. مقادير الرز قدام حضراتكم على الشاشه علشان نبقى مع بعض واحده واحده كده. كيلو رز 50 جرام زيت ذره و50 جرام زبده ولتر شوربه وملح وكركم وجزر. الجزر بتاعنا مش مبشور، متقطع قطع صغيره جدا، القطع زي حبايه الرز. نقول بسم الله، الرز بتاعنا بقى بيستوي. نجري نبص على الفرن كده يا شيف. على ايه؟ على القرنبيط بالبشاميل. بسم الله، حلو قوي، بيشتغل وزي الفل. نعمل ايه تاني بقى يا شيف؟ نعمل شوربة كريمة بالمشروم، ولا مشروم بالكريمة؟ كريمة بالمشروم، علشان كل اللي اتصلوا بينا احنا بنقول لكم كل اللي انتوا هتقولوه احنا تحت امركم هننفذه. معانا مقادير شوربة الكريمة بالمشروم، كريمة بالمشروم، علشان كل حبايبنا وكل اللي بيتصلوا بينا نقول لهم على كل الوصفات اللي هم عايزينها. المقادير هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي حالا على الشاشة. ونعمل ايه كده؟ جميل. قول لي بقى ايه هي مقادير الكريمة يا شيف؟
الموضوع سهل وبسيط جدا. عندي 200 جرام مشروم فريش، انا جبتهم من السوق، والمشروم بالذات يا جماعه لازم اسوقه من حد انا واثق فيه، علشان المشروم في حاجات او مشروم في مشروم سام، تمام. عندي 50 جرام بصل متقطع صغير خالص نونو، واتنين معلقه دقيق علشان نربط بيه الكريمه، وعندي 2 معلقه عصير ليمون، عشان احنا قلنا قبل كده طول ما في مشروم يبقى لازم بعد منه على طول ليمون، وعندي مكعب مرق الدجاج هيعمل لي طعم، وعندي ملح وفلفل ابيض، و100 جرام كريمه طهي او كريمه لباني. حلو جميل، حلو جميل. نعمل ايه دلوقتي؟ هننزل قدام حضراتكم عندنا زيت الذره، مش عايزين نقول زيت الذره بتاع مين، هو عارف نفسه. وعندنا كمان 3 مكعبات زبدة على النار، يا أهل الصحة والجمال الكرام. عندنا فخدة روستو النهاردة، وعندنا كمان رز بالجزر، واللي هيتصل بينا هنبعت له الوجبة لحد البيت. وخلي عمي منتصر معايا بقى واحده بواحده، علشان شوربه الكريمه بالمشروم اللي هنعملها قدام حضراتكم دلوقتي. نزلنا بالمشروم. طب يا شيف انا ممكن انزل بالبصل الاول؟ مفيش مشكله خالص يا جماعه، البصل طالما ناعم معايا قوي مفيش مشكله خالص. وادي البصل، ياخد دقيقتين كده لحد ما البصل بتاعنا يبقى سويت. هنا يا جماعه احنا ما بنحمرش حاجه، سويت يعني لازم كل حاجة عندنا تدنها بيضة وزي الفل كده. حلو كده، حلو. نعمل ايه بعد كده يا شيف؟ عندنا معلقة عصير الليمون، ودي مهمة جدا يا جماعة علشان المشروم بتاعنا ما يسمرش او يسود. وكل معانا الاستاذ مروان. ايوه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان. الله ينور عليك، اخلاق حلو النهاردة. الله يبارك لك يا باشا، ايه الاخبار؟ الله ينور عليك. كله تمام؟ كله تمام، حلوه. الله يبارك لك. من منين يا استاذ مروان؟ من القاهره. احسن ناس اهل القاهره الكرام. عايز اعرف طريقه عمل البيتزا في البيت. نعم يا فندم؟ عايز اعمل البيتزا في البيت. البيتزا بايه؟ في البيت، اعملها في البيت عندي. في البيت؟ يا نهار ابيض يا استاذ مروان، بقى خد المفاجاه الكبيره مني دلوقتي. معانا يوم الثلاث اللي جاي الشيف حوريه الحداد هتعمل لنا كل اصناف البيتزا، بس ما يمنعش ان انا اقول لك دلوقتي حالا تعملها في البيت ازاي. تمام ماشي. شرفتنا باتصالك الجميل يا استاذ مروان. البيتزا يا جماعه موضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا، ونقدر نبتكر فيه ونعمله بكل شكل، يعني باشكال كتيره والوان كتيره جدا. ازاي يا شيف؟ قول لنا. عندي كيلو دقيق، تمام، وعندي معلقه سكر، وعندي كمان معلقه ملح، حلو كده، وعندي 500 جرام ميه اللي هنعجن بيها، وعندي 30 جرام خميره ايه فوريه. لحد كده حلو يا شيف؟ لحد كده حلو زي الفل. ايه اللي بعد كده بقى؟ اللي بعد كده احسن واحسن. هبدا احط الدقيق، تمام، والميه بتاعتنا تكون ميه فتره، ما هياش ساقعه قوي. ليه يا شيف بقى؟ قول لنا. علشان الميه لو ساقعه قوي مش هتنشط الخميره اللي عندي. وابدا اعجن يا جماعه بايديا، ماشي على العجان ماشي، المهم ابدا اعجن المقادير اللي عندي، واسيبها تخمر لمده نص ساعه. اسيب الحاجات دي زي ما حضراتكم شايفين تخمر لمده قد ايه؟ نص ساعه. خمرت وبقت زي الفل، نبدا نطلعها ونعملها كور صغيره كده. ونعمل ايه تاني يا شيف؟ بسم الله. الرز بقى يا عم منتصر، بص حاجه كده، حاجه راحه بيتك. الكل بقى اللي بيشاهدونا الرز بالجزر يا جماعه حاجه زي الفل. الرز بتاعنا بيستوي، الرومي الجميل على النار، خد راحتك خالص وتدلع براحتك، انا عارف هو الرومي كده يا جماعه ابن ناس، فطالما هو بقى ابن ناس بنقول له تدلع براحتك، دلع براحتك يا ابن الناس.
الشوربه برضو يا جماعه معانا زي الفل اهيت بدات، ما خدتش بقى الملح زي ما قلنا، ملح وفلفل ابيض. ليه يا شيف بلاش فلفل اسمر؟ الموضوع يا جماعه مش محتاج كلام، شرب الكريمه يعني لابد ان هي تبقى بيضه ما تغمقش خالص، فبلاش نحط لها اي حاجه تغمقها. زي الفل زي الفل. ممكن ندوق ممكن ندوق. اوعى حاجه كده ولا في الاحلام. طيب الغالي ده بقى يا شيف هنعمل فيه ايه؟ الغالي ابن الغالي ده بقى لازم يخش فين؟ يخش الفرن زي ما حضراتكم شايفين. عم منتصر حاجه كده ايه ولا كلمه. تمام. والشوربه كمان يا جماعه زي الفل اهيت. الرز بتاعنا الجميل بدا يظبط الدنيا. القرنبيط احنا القرنبيط بقى جبناه النهارده يا جماعه عشان القرنبيط من الحاجات الايه المنسيه، فاحنا بقى ما بننساش حاجه. والخضروات بتاعتنا كلها هنعملها لحضراتكم في وصفات كتيره جدا، وصفات هايله ان شاء الله تنول اعجابكم. نجيب الغالي هنا عشان ندخله الفرن. معايا عم منتصر؟ معايا. حلو جميل حلو جميل. يلا يا غالي ها، روح بقى يا غالي وعايزك تلالي ها، عايزك تطلع كده مشرفنا. نروق مكاننا علشان نعمل البرزنتيشن بتاع الضقنة الجميلة. معانا اتصال، معانا ام حبيبة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا ست الكل؟ تمام الحمد لله. تسلميلي. ايه رأيك في الوصفات الحلوة النهاردة؟ لا والله جميلة ما شاء الله. انا كنت بسأل على حضرتك، يعني هو بالنسبة للرومي اي نفس الخلطة ممكن اعملها للديك كله؟ بالظبط. يعني هو بياخد نفس السوا ولا اكتر؟ بص حضرتك احنا قلنا مع بعض ان السوى يا جماعه ما بيفرقش معانا خالص. يعني ايه يا شيف؟ يعني لو الديك الرومي بتاعي خد سوى، بس اهم حاجه النار تكون هاديه. النار هاديه دي يعني حاجه لابد منها. تمام. يعني ممكن احطه في الفرن ولا على البوتاجاز يستوي؟ والله في الفرن زي الفل. تمام. لو انا عايز بقى بسرعه وكده ومستعجله زي الشيف كده الحلقه بتاعته قصيره، تمام، نقدر نعملها على البوتاجاز عشان نار البوتاجاز طبعا بتبقى عاليه. تمام. ومباشره يعني بتنجز معانا. تمام. تحت امرك يا ست الكل، واي حاجه احنا تحت امرك فيها. مش عايز اقول لك بقى يا عم، ممكن اخدها كده شويه. مش عايز اقول لك بقى يا عم منتصر، لازم تجي لي على الرز الجميل ده علشان كل اللي بيتابعونا يشوف الرز بتاعنا بقى مفلفل وطالع عامل ازاي، والجزر عامل معاه شغل حلو قوي يا عم منتصر، وريحته كفايه. ها حاجه راحه بيتك. طيب نغرف طبق الرز بتاعنا. والله يعني انا شايف ان كل فريق الاعداد عندي والاخراج والتصوير عاملين معايا شغل جامد قوي، انا بشكرهم طبعا قدام كل الناس، ابتداء بقى من الإدارة العليا، انتهاء بالأستاذ كريم اللي هو منورنا في البوفيه. أنا صدق والله يا جماعة أنا نسيت فعلا، نسيت واحد صاحبي وحبيبي وهو اللي مظبطني على طول، عم حاتم النجار يا جماعة اوعوا تنسوه. ممكن يرجعني تاني يعني، بدل ما يوديني الشغل ممكن يرجعني تاني. احنا برضو بنشكر كل اللي بيساهموا معانا في البرنامج، وبنشكر الشيف حورية الحداد وعم علاء الحلابي. يعني بقى زي ما تقولوا كده، هو النهاردة بقى يوم الايه، نقول بسم الله بسم الله. حاجة حلوة حاجة رحبيتك.
ولا يهمك خالص. معايا يا عم منتصر حبيب قلبي؟ عارف يا عم منتصر ان في ناس كتير من غزة دلوقتي. عم منتصر، عم منتصر في ايه بالظبط يا شيف؟ هو دافع لك كام؟ معايا؟ طيب نقول بسم الله والفخده الرومي بتاعتنا. خدي وش بقى واطلعي لي بسرعه ونرجع بقى لحضراتكم علشان واحده واحده ومع بعض كده نقدر نقول عملنا ايه النهارده. عملنا فخده الديك الرومي وتبلناها بمارينيشن بسيط قوي، وتتبيله سهله وبسيطه قوي، والمقادير تظهر قدامنا يا جماعه عشان كل اللي ما كتبش يكتب واللي ما كانش متابع يتابع. جبنا فخده الديك رومي، انا جبتها لان لقيت وزنها حلو قوي وسعرها بسيط. هو ده يا جماعه اللي احنا عايزين نقوله، ان في المطبخ ست البيت لازم تشوف هتوفر ازاي وتعمل حاجه سهله وبسيطه وشكلها حلو ازاي. عندي فخدة ديك روم 2 كيلو، 100 جرام بصل، 50 جرام جزر، و50 جرام كرفس، وخمس حبات حبهان ورق لوري، وزعتر فريش، وملح وفلفل، وقرفه ناعمه، وجنزبيل، و2 معلقه صلصه، و2 معلقه مسترده، و2 معلقه عصير ليمون. عملنا المارينيشن ده كله على بعضه وتبلنا بيه فخدة الديك الروم. بعد كده يا شيف سوينا الفخدة بتاعتنا على البوتاجاز. ليه يا شيف مش في الفرن مباشر؟ علشان خاطر تستوي معايا. حلو حلو زي الفل. دخلناها الفرن على 180 درجة مئوية. هتقعد قد ايه يا شيف؟ هتقعد ساعة ونص. طب لو خدت ساعتين يا شيف مفيش مشكلة خالص يا جماعة، معايا الوقت، المهم معايا التسوية وان النار بتاعتي تكون نار مناسبة علشان الطعم الجميل بتاعي. حلو قوي. وبعد كده يا شيف بعد كده عملنا القرنبيط باللحمة المفرومة بالبشاميل. يعني ايه يا شيف حيرتني معاك؟ يعني القرنبيط ده زي صينية المكرونة البشاميل بالظبط، بس زي ما تقولي كده بقى حضرتك دلعنا القرنبيط. طيب ماشي، قول لنا بقى يا شيف القرنبيط المدلع ده عباره عن ايه؟ هنقول مع بعض دلوقتي مقادير القرنبيط: 700 جرام قرنبيط، 250 جرام لحمه معصجه. وقلنا هنعصج اللحمه ازاي علشان كل حبايبنا اللي بيتصلوا بينا واللي بيحبونا ويتابعونا ما نقدرش نتاخر عنه. عندنا اللحمه المعصجه 250 جرام، اديناها 250، اديناها 200 جرام بصل متقطع ناعم، وايه تاني يا شيف؟ ومعلقه من الزيت او الزبده. تمام، احنا بس طلعنا واحده من القرنبيط كده علشان ايه نظبط الدنيا. حطينا اللحمه بتاعتنا يا جماعه مع معلقه زيت وزبده، وبعد كده حطينا كميه البصل، وممكن نجيب قرن فلفل نقطعه كمان ونحطه مع البصل المفروم ده للحمة المعصجة. اتعصجت كل الحاجات دي واستوت. بعد كده عملنا ايه؟ بعد كده قدام حضراتكم جهزنا بقى صوص البشاميل. عبارة عن ايه؟ معانا الأستاذة أميرة، الأستاذة نيرة. أهلا وسهلا أستاذة نيرة من اسكندرية. أهلا وسهلا بكل أهل اسكندرية. حلقتك بجد تجنن. بشكر حضرتك والله، عجبتني قوي، واكيد طبعا كل العيله بتتفرج معايا على الحلقه. احنا بنشكر حضرتك والله، انت اسعدتينا باتصالك الجميل ده يا استاذه نير. ربنا يخليك. بسأل على طريقه الكب كيك. بس كده عينيا الاثنين من عيوني يا استاذه نير. اي وصفات تانية؟ طيب ربنا يخليك، شكرا. اكيد متابعاك وكل العيله متابعينك، انا بالصدفه كده بتفرج على الحلقه، عجبتني جدا والله، الحلقات عجبتني جدا. خلي بالك ده باور كبير قوي لنا ولكل فريق الاعداد وفريق البرنامج ان نلاقي اتصالاتكم الجميله دي. والله بجد حاجه تجنن. استاذه نيره بتحب المطبخ؟ بس هو انا ماليش فيه، بس انا بقى لما شفتك انا هعرف المطبخ. احنا بنشكر حضرتك ويا ريت تتابعينا وتكوني صديقه للبرنامج، واحنا بنشكر حضرتك على اتصالك الجميل ده. شكرا يا جماعه، وشكرا لكل اهل اسكندريه اللي بيتابعونا، واهل الصعيد ما ننساش، واهل الشرقيه، احنا بنشكر كل الناس اللي بتشوفنا على فكره. طيب احنا عملنا القرنبيط، عصجنا اللحمه يا جماعه، وعملنا صوص البشاميل اللي هو 200 جرام دقيق و400 جرام لبن و200 جرام زيت وزبده. تمام، وعرفنا نعمل بشاميل ازاي وما يعجنش منا،
ممكن نقول مقادير صوص البشاميل تاني علشان ست البيت اللي متابعاني دلوقتي وبتقول لي ما قلتوش ليه يا اخويا، انا بقول لحضرتك اهو. المقادير قدامكم يا جماعه، مقادير صوص البشاميل 200 جرام دقيق و200 جرام زبده وزيت و400 جرام لبن وملح وفلفل ابيض ومرق الدجاج. عملنا البشاميل بصنعه لطافه كده من غير شوربه، لان لو بقى بشوربه بقى فلوتيه ما بقاش بشاميل. حلو، وعملنا البشاميل وخلينا قوامه حلو ومحترم كده وزي الفل، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبعد كده عملنا ايه يا شيف؟ رصينا القرنبيط بتاعنا المسلوق وحطينا في القعر يا جماعه زي ما انا قلت لكم، شويه بشاميل صغيرين، ورصينا بعد كده طبقه القرنبيط وبعدين اللحمه المعصجه وبعدين طبقه قرنبيط كمان وبعدين طبقه قرنبيط اللي على الوش وبعد كده طبقه البشاميل، وحطينا شويه جبنه كده دلعنا المسائل. وعملنا ايه تاني يا شيف؟ وعملنا الرز بالجزر. حبيبي الرز بالجزر يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين حاجه سهله وحاجه بسيطه وحاجه فيها الوان وحاجه كمان تفرح اولادنا وتديهم باور وطاقة ان هم ياكلوا وزي الفل، ريحته تجنن وطعمه وشكله كمان حاجة حلوة قوي. طب نقول مقاديره، نقول مقاديره 1 كيلو رز بلدي مغسول كويس قوي و50 جرام زيت ذرة و50 جرام زبدة ولتر شوربة وملح وكركم وجوز الطيب. حلو يا شيف، حلو يا شيف. حطينا المادة الدهنية اللي هي الزبدة والزيت وبعد كده نزلنا الرز بتاعنا وبعد كده عملنا ايه تاني يا شيف؟ حطينا الجزر بتاعنا وقعدنا نقلب شويتين لحد ما الحاجات دي كلها سخنت معانا. نزلنا بمعلقتين كركم اللي احنا قلنا عليه ايه، قلنا على ان الكركم مفيد جدا في الوصفات ولازم نحطه في بعض الوصفات والاكلات بتاعتنا عشان بيعمل شكل وطعم ولون وهو مفيد كمان. حلو، هنعمل ايه تاني بقى يا شيف؟ لا نختم ازاي، لازم نطلع المدلع من الفرن اللي هو بياخد راحته ده. تمام، هنطلعه. طب المدلع بقى علشان الحلقه بتاعتنا وقتنا قصير وكده هنعمل ايه؟ هنطلع ديك البرابر زي ما حضراتكم شايفين كده، ما احمرش قوي يا شيف وشه يعني كده، هو بقى متدلع يا جماعه، احنا ما نقدرش نقول له اي حاجه، احنا ما نقدرش نقول غير بالهنا والشفا لكل اللي بيعمله بقى. يعمل ايه يا شيف؟ يبدا يحمر الوش بتاعه الجميل ويعمل شغل جامد قوي قوي قوي. اجي اساعدك، شكرا شكرا كده يا ابن الحلال، كده يا ابن الحلال ما تتحمرش وتخلي طنط زازة تشمت فيا. وبكده يا جماعة يكون خلصنا بقى دلوقتي حلقتنا مع حضراتكم. فخده الديك الرومي رستو هتتحمر يا جماعة في الفرن، تاخد وقتها خالص معاكم، لكن احنا عشان ضيق الوقت معانا احنا اتكلمنا على الفخده الرستو، اتكلمنا عليها وكل يعني حبايبنا شافوها كده واتدلعوا زي الفل. دلوقتي بقى نختم ونقول لحضراتكم استنونا في حلقات تانية جايه كتير علشان وصفاتنا ما هياش عند اي حد، علشان فن الطهي عندنا هتتعلموه مننا. مع الف سلامه لحضراتكم وبنشكركم على حسن الاستماع، مع الف سلامه. هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده انا موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم اكله جديده وطرق التقديم وياكم.